بعدين رسى المشروع على ضفاف دجلة سنوات طوال. ها هو اليوم ينطلق في رحلة أولى عبر مياه دجلة الخالد. التاكسي النهري خدمة نقل تستثمر المياه في التنقل بين مناطق بغداد المزدحمة. المرحلة الأولى من المشروع تنطلق من مرسى الكاظمية إلى مرسى شارع المتنبي وبالعكس، لتزداد المحطات بعد ذلك وصولا إلى مرسى أبو نؤاس ومن ثم الجادرية مرورا بعدد من المحطات الأخرى على ضفاف دجلة، فيما ستكون الخدمة متاحة من الساعة 9 صباحا حتى 11 ليلا على مدار الأسبوع. تفعيل النقل النهري تخفيفا للازدحامات وإقامة السفرات الترفيهية، علما أن شركتنا مستمرة بخطتها بافتتاح مراسي أخرى إن شاء الله بالمرحلة الثانية، وحسب بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل الجهات ذات العلاقة. مسارات الزوارق تحددها وزارة الموارد المائية إذ تعمل على كري النهر، فالمساحات الجافة والتكتلات الطينية تشكل معرقلا أساسيا تحاول الجهات المعنية تجاوزها عبر الكري المستمر، لكن تمدد الجفاف قد يشكل عائقا أمام التاكسي النهري بالإضافة إلى تجاوزات على طول ضفة النهر. حاليا هسه احنا عندنا زوارق نوعين، سعة 30 شخص وسعة 40 شخص، وعندنا زورق في اي بي يتسع لتسع اشخاص. شيء اكيد انخفاض المياه يعني بطئ العمل بباقي النقاط، يبطئ العمل بباقي النقاط، بس حاليا يعني يعني الوزارات بدها تساعد الشركه ودت بعمليه الكري. الزوارق صديقه للبيئه، مجهزه بمعدات السلامه وانظمه الحريق. طول الرحله في مسارها الاول بين الكاظميه والمتنبي يستغرق قرابه 20 دقيقه، تمثل فرصه للترفيه والابتعاد عن شوارع اغرقتها الازدحامات. المشروع سيكون بشكل مجاني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لا تتجاوز قيمة التذكرة خلال الأيام العادية أكثر من 2000 دينار عراقي. من وسط نهر دجلة، علي أسد، يو تي في.